مدينة الموت، لما تدخلها أما تكون قاتل أو مقتول. معكم أخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة جديدة وتحدي جديد في لعبة فورتنايت. يا جماعة دعمكم على فيديو أمس كان شيء ثاني، يعني الكومنتات والاقتراحات، المشاهدات، اللايكات، كل شيء كان خرافي، ويا رب هالدعم يستمر. لهالسبب بنواصل على تنزيل فورتنايت دام هالقد قاعد تعجبكم. المهم المدينة الجديدة تلتل تاورز مو جديدة، صار لها أكثر من أسبوع حاليا، بس إن المدينة الجديدة اللي أنا أسميها مدينة الموت، هذه المدينة اللي كل من ينزل فيها لأن فيها أفضل الأسلحة وأفضل الأشياء، ولهالسبب يكون زحمة دائما ودائما في تقتل. فلما تدخل هذه المدينة اما تقتل وتفجر او انه يقتلونك من البداية، ويلا ارجع مرة ثانية حال ترجع هاي المدينة وتفوز. المهم في حلقة اليوم بجرب تحدي جديد، تحدي بدون تحدي. اغلبكم قالوا لي العب عادي لا تسوي تحديات، مو شرط دائما تحديات، بس قلت بسوي تحدي بدون تحدي. شلون؟ الحين اشرح لك. الله يسلمكم، عندي 10 محاولات وكلها بنزلها في هذه المدينة، بحاول افوز قد ما اقدر بدون اي تحديات، بس انه 10 مرات انزل في هذه المدينة ونشوف كم مرة اقدر افوز من هذه 10 مرات. هذه المدينة تلتل تاورز هي مدينة الموت، يعني انا عن نفسي لو ابى افوز بتاتا ما بروح هذه المدينة، بروح اي مدينة ثانية بخلص الجيم بسبع ثمان قتلات وانا فايز بكل سهولة. بس يلا عشان هاي التحدي بنروح هذه المدينة. حلو 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 حلو. حلوين. شفتوا ايش سويت؟ انا سديت المكان هنا عشان ما يقدر يصعد لي من ورا بدون ما ادري. موت. حلوين. يا رب ما كان في احد. بلا في احد. غبي. ما احب اكون تحت، احس بسهولة يقدرون يسدونك. كان في شخص، يلا حلو. موت. وعندي موارد. لا والله طلقت عليه، شفتوا شلون طلقت عليه؟ لا خلصوا الموارد عندي، كنت بابني. لا ليش هلا في تأخير؟ والله انا كنت طالق قبل. حلو. اوكي عرفنا وينه. في شخص ثاني هني بعد. اوكي ايزي بيبي. موت. حلوين. شو الاشي اللي عنده؟ لا عاد ما احب مكان الدائرة هني في الغابة، خايس مكانها. شوف الحركة دي. لا انا طلقت قبل. لا انا غبي. هو عارف. لا انت غبي، مو انا الغبي، انت الغبي. شفتوا شلون مات يا جماعه؟ الجيم الثالث وبنلعب 10 اقيام يا جماعه، ما اعرف شلون بلخصهم، بس متاكد لان بموت موتات غبيه في هذه المدينه، فبتكون اقيام قصيره وبسيطه يعني. لا والله بالغلط قد تعال عندي ار بي جي كان يمديني اذبحه. لا
لا لا لا للمرة المليون بحاول اسوي تكتيك الساعة. لازم يكون في ناس جايين حق الساعة. حلو، في احد جاي حق الساعة. انا انزل هني اسوي كذي واخذ السلاح. حلو، وينك حبيبي؟ انت ميت. اي من وين جيت انت؟ موت يا ربي، موت، مو راضي يموت. عشان تعرفون بس انا ليش ما انزل في هذه المدينه في اي تحدي. حاليا 4 محاولات وبدون اي تحدي وما قدرنا نفوز. ما بالكم لو كنت بتحدي مثلا وبس سلاح معين او 3 اسلحه بس نفس الحلقه اللي فاتت. مستحيل مستحيل بخلص الجيم وانا فايز. خلاص مسكين ما توفق، ما لقى اسلحه. يا رب يا رب يدخل، يا رب يدخل البيت. ايه ما مات، الحين مات. اوكي هلو. اوه في سكر ذهبي هني. في حد ميت، في حد ميت، ما اعرف اروح ولا لا. في بندج، في بندج. اعطني سكر ذهبي، اعطني بندج. خلاص الحين احنا ماشيين، ما بي اي شيء ثاني. وين اللي خلي طلق اللي وينه؟ قهوة. ووو! سموني حمان سنايبر، سموني حمان سنايبر. يلا الحين نبني. كان في شخص هني. اييي قهوة قهوة قهوة. اوه في احد فوق، في احد فوق. وينه؟ وينه؟ موت. هلو! غبي غبي غبي. شلون قدرت انجو منها؟ لا تسألوني. ما كنت ارن اخل اخر واحد. هاي جيم، هاي جيم اسطوري يا ناس، هاي جيم اسطوري. تكتكنا عليه، فجرنا البرج ماله مع انه كان ارفع منه، فجرنا البرج ماله ونروحنا الدائره بكل سهوله وقدرنا نفوز بالجيم. اتوقع هاي رابع او خامس محاوله واول فوز لنا من 10. لا 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 عنده سكور. نحاول نشيل عليه، نحاول نشيل عليه. اركض 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 اركض. تعال تعال. إيه حلو 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 حلو. ما يدري عني. باي 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 باي. لا شلون شلون طلقة واحدة بالشرقين صادني. صراحة شوي صار حر، اللقاءات مشغلة وحماس اللعب وذي، فيعني هيد شوت بيبي. بس بس بكل سهولة بكل سهولة. اوه والله طرقت عليه يا اخي. ما تقدر ما تقدر يعني. حاولت بس اخذ موارد من حوالين المدينه وارجع. ما تقدر ما تقدر، لازم تموت.
هاي مسكين. مسكين كانوا يطفون عليه وانا هي خربت عليه. ايزي 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 ايزي، ناخذ لنا شوية موارد ونرجع للمدينة. ما شفته ما شفته. لا شنو السكار، شنو ذي، شنو السكار، سكار مو طبيعي، ما يصير. اللي قدامي شكله رايح الساعة بعد، بس ما يعرف تكتيك الساعة. خلنا نشوف سوي كذي. لا السلاح بعيد، عطني سلاح زين. وش بعد موت بس هاي تكتيك الساعة. سمك غبي غبي غبي. انت عندك شوتجن ليش تبتعد عني؟ غبي غبي مسكين. اخ كم ذبحنا؟ اربعة حاليا، اربعة ممتاز. سهل 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 سهل. كان عنده سكار ذهبي. شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. اوكي اوكي، احس في حد عند الشارع. اوكي ايزي ايزي، نخش ورا الشارع مع وجهك. ها كا في واحد هنا. اوه سنايبر هني. يلا وينك انت بعد، وينك وينك اللي قاعد تحاول تكسر بطل. لا شلون صادني؟ هاي هاي سالفته ذي؟ يريد على اللعبة ولا شو السالفة؟ وينك بالسنايبر؟ هلا حبيبي. لا مو وقتك مو وقتك. لا 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 شنو ذي؟ أنا عندي أفضلية، أنا فوق، أنا كل شيء، وبعد ينصك مرة واحدة. شنو ذي؟ اخيرا في احد من خشم يسرقون وفهم. ايه حلو حلو حلو، في احد درعم عليه. حلو يلا يلا يمدينا درعم على اللي درعم عليه. اوكي اوكي، ما يدري ان انا ورا، ما يدري ان انا ورا. اوكي يلا يا حبيبي. اي 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 اربعة قتلنا اربعة، بس اعرف مع انه نازل في تلت التاورز المفروض اقتل اكثر، بس ما قتلت الا اربعة. بس حلو حلو حلو، ثاني جيم نفوزه من اتوقع ثامن محاولة او تاسع محاولة، مو متأكد والله. محاولة الاخيرة يا جماعة شيء يكدر الصراحة، انه من تسع محاولات ما قدرت افوز الا ثنتين، ويمكن الحين العاشرة بعد اخسرها. يا سهل يا سهل. يا سهل قاعد من خش فوق ومرش قاعد تسوي. لا انا السهل انا السهل.
لا 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 مو في آخر محاولة كذي. المهم يا جماعة نفس ما شفتوا مدينة الموت لعبت 10 أيام فيها ما فزت إلا مرتين. جدا جدا صعب إن تطلع من المدينة ما بالك تفوز بالجيم. صراحة أعرف إن الفكرة جديدة وما أعرف شلون بلخصها. 10 أيام أنا عادة في اليوم بكبرة ما لعب إلا 4-5 أيام بالكثير. فيعني تعب 10 أيام ورا بعض بلخصها في أقل من 15 دقيقة يمكن. وفي نفس الوقت ما أعرف إذا الفكرة بتكون حلوة أو لا بس تحدي جديد. أنا بشوف أنتوا إذا نزلتوا في هاي المدينة بعد 10 مرات متتالية هل بتقدرون تفوزون؟ كم مرة بتقدرون تفوزون؟ كل هالأشياء بتكتبونها لي في الكومنتات. وفي نفس الوقت إذا تبون ممكن تسوي 10 محاولات في أي مدينة ثانية مو مدينة الموت هذا. إن لو تلاحظون في التحديات اللي ننزلها عادة من أول ثاني ثالث محاولة أقدر أفوز. أما هني خذولي يمكن 5 محاولات عشان أفوز مرة و10 محاولات عشان أفوز مرتين. المهم يا جماعة 4 ساعات تصوير ما أعرفش كيف بياخذ حق المونتاج بس أتمنى إن أقل يعني. بإذن الله بإذن الله تعجبكم الفكرة ويعجبكم التحدي. إذا عجبكم أتمنى ما تقصوا معي بزر اللايك السبسكرايب ونشوفكم حلقة ثانية.